بص يا جماعة، احنا في الدنيا عايشين، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا ناس مختلفة، ما فيش راجل زي التاني ولا في ست زي التانية ولا في راجل زي ست ولا اي حد شبه حد، تمام؟ البصمات مختلفة وبصمة الايد والعين وكل حاجة، لكن احنا موجودين في الدنيا، الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى انا عندي جزء التواصل والتعارف، ما ينفعش نقعد كده يبقى عندنا خلاص زواجي وملل زواجي، لا، يبقى عندنا التعارف، والتعارف له اصول اسمها ادوات التواصل، اسمها الحوار، اسمها التفاعل، اسمها الاتصال الفعال، كل ده اعرف ازاي اتكلم، امتى اتكلم، امتى اسكت. لا احنا ما عندناش في الوطن العربي القصه ولا المفهوم ده، امتى اتكلم، امتى اسكت، امتى اقول ان الامر ده محتاج مني نوع من انواع الذكاء في الرد، فن الردود. ارجعوا للحلقات دي على اليوتيوب، مهمه جدا جدا، فن الرد عامل ازاي. مثلا ناخد، لا مش فن، امتى اسكت، فن السكوت، ايه الرد المسكت وايه الرد المبهت وايه اللي برد بادب وباحترام وعندي ثبات انفعالي، والثبات الانفعالي اللي عندي مديني نوع من التوازن ان انا ما اغلطش. تطلع قعدت 10 مليون جلسه رجاله ولا حقن، انا ما مغلطش، ما فيش حد يطلع عليكي غلط، بالادب وبالذوق وبالاحترام وبالذكاء. النقطه دي مهمه ليه؟ ليه؟ يبقى اللي تعرفوا احنا بنعمل عندي، بعرف اعبر، بعرف اعبر انا زعلانه، انا بصي يا مريم الطياره، انا زعلانه، انا قلقانه، انا خوف، لا انا مستاء جدا على فكره من التصرف ده، مستاء جدا من حركه الايد. عبر، عبر على اللي انا بحتاجه واللي بيضايقني واللي بيفرحني واللي بيقول اللي قدامي هيعرفني ازاي الا لما بعبر. تكلم حتى اراك يا جماعه.